فنص البرقية والقضية اللي اتحملت كم يوم؟ كم أسبوع؟ ألا إذا واحد بده يشتكي لمحكمة ليصل إلى حقه بالقانون الأرضي يحتاج من المدة والزمن إلى كم؟ بعض الناس ما بيصل لحقه بسنة، بعشرات السنين ما بيصل إلى حقه. أما في المحكمة الإلهية حالا وفورا، وإذا بالبرقية الإلهية والوحي الإلهي الموجه إلى النبي محمد مباشرة وحالا، أعبست في وجه هذا الفقير الأعمى الذي أتى إليك لتعلمه، وإنما بعثتك معلما مربيا لتزكي النفس الإنسانية ولتملاها بالعلم وتفرغها من الجهل، لتنقلها من الإنسان الحيواني الذي لا يعرف إلا شهوات جسده، شهوات بطنه وفرجه، لتنقله إلى الإنسان الإنساني لكل الناس، لتنقله من الإنسان الوحشي الذي لا يعرف إلا العدوان على الضعيف، فتجد الأسد يفترس الغزال. ما ذنب الغزال؟ أنه ضعيف. وما المبرر الأسد ليعتدي ويقتل الغزال؟ لأنه قوي. أما في شريعة وقانون الله النصرة للحق والحقيقة، ضعيفا أو قويا، مؤمنا أو كافرا، عدوا أو صديقا، قريبا أو بعيدا، لأن الله هو الخالق والناس كلهم مخلوقاته، ما في واحد أقرب إلى الله بقرابة نسب، ابنه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه، لا، الله الخالق ونحن كلنا مخلوقاته. فأعبست، أتعبس؟ لماذا عبست في وجه هذا الأعمى؟ لماذا أعرضت عنه مقبلا على الرأسماليين، على الأغنياء، على الزعماء؟ تعرض وتزهد في الضعفاء، في الفقراء، في الجهلاء، جاي أتوك مشتاقين إلى العلم. هؤلاء الأغنياء زاهدين في العلم. عبس، أعبست وتولى أن جاءه طالب العلم، عبست وتوليت لأنه أعمى وما يدريك شو بعرفك، وما يدريك لعله يزكى